بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي متابعي قناة سمارت إديوكيشن، نلتقي بإذن الله تعالى اليوم مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. واليوم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن كيفية إنشاء كلمة سر للحاسب الآلي أو لجهاز الكمبيوتر، سواء هذا الحاسب الآلي محمول أو حاسب ديسكتوب. نقوم أولا بالذهاب إلى الكنترول بانل أو لوحة التحكم. للوصول إلى لوحة التحكم يمكن أن أقوم بالبحث عنها في مربع البحث هكذا، أضغط على سيرش هنا وهو البحث، ثم أضغط أكتب حرف الثي هنا في خانة البحث وهو أول حرف من كلمة كنترول، فتظهر عندي هنا قائمة بالبرامج الموجودة والتي تبدأ بحرف السي على جهاز الحاسب الآلي. نضغط على كنترول بانل أي لوحة التحكم، ثم نقوم بالانتقال إلى المستخدمين يوزرز أكاونت أو يوزر أكاونتس، نضغط عليها ثم أضغط على يوزر أكاونتس هكذا. لدينا هنا هذا المستخدم، نريد إنشاء كلمة سر للحاسب الآلي لهذا المستخدم، فنقوم بالضغط على Manage Another Account هكذا، ونضغط على هذا الأكاونت. نجد هنا لدينا قائمة، إذا أردت تغيير اسم هذا الأكاونت أو هذا الحساب أو إنشاء كلمة مرور Create Password هكذا. أقوم هنا بكتابة كلمة المرور التي أريد أن تكون للحاسب الآلي لدي، ثم أقوم بتأكيد كلمة المرور هنا هكذا، ثم هنا أكتب type password hint أي كلمة تذكرك أو تلميح لبداية الباسورد حتى تتذكر لو نسيت، فممكن أن تكتب أول حرف أو أول رقم من الباسورد الذي كتبته على حسب ما تريد، ثم تضغط على Create Password. هكذا قمنا بإنشاء باسورد لهذا الحساب. للتأكد من نجاح هذه العملية لابد أن تقوم بعمل Restart للجهاز. عند فتح الجهاز سيطلب منك إدخال الباسورد الذي قمت بإنشائه. هكذا نكون قد قمنا بإنشاء باسورد للحاسب الآلي أو للمستخدم. إذا كان لدي أكثر من مستخدم يمكن أن أنشئ لكل مستخدم كلمة مرور خاصة به أو باسورد خاصة به. أرجو أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو. إذا استفدت من هذا الفيديو بالرجاء الضغط على مفتاح الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد من فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.